من أبرز المستفاد من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيثار ما عند الله على الدنيا الفانية الزائلة. أبرز شيء نستفيده من هذه الهجرة وهجرة سائر المرسلين إيثار ما عند الله. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالشخص إذا لم يستطع عبادة ربه في مكان انتقل وآثر مرضاة الله على هذه الأماكن. قال الخليل عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. فإيثار مرضاة الله أولى من الأولاد، أولى من الأموال، أولى من المساكن، أولى من غير ذلك، فهي الأصل. والله خير وأبقى، أبقى من ابني، أبقى من زوجتي، أبقى من بلدي، أبقى من كل شيء. والله خير وأبقى، والله خير وأبقى.